أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا ضيوف فقرتنا زي ما وعدتكم. معانا أصحاب جروب تجربتي، شاهيناز. هاي يا شاهيناز. شاهيناز يوسف وإنجي يوسف، أهلا بيكم معانا. إنجي وشاهيناز أنتوا أساسا صحابي، عشان أنا مش هكدب على السادة المشاهدين. طبعا حبيبتنا. وإحنا أصحاب من الفيسبوك أساسا، وإحنا يعني حضرت معاهم مراحل في حياتهم لغايه ما عملوا الجروب، وشفت الجروب ده اسبابه ايه وكل حاجه. بس النهارده انا حابه اعرفكم على التجربه دي، لان هم فعلا جروب تجربتي ده جروب محقق نجاح كبير جدا. هخليك انت تحكي الاول يا انجي، عشان انجي هي كانت يعني اول رجل اتحطت في جروب تجربتي ده وكان لها اسبابه. احكي لنا يا انجي. طبعا هو معظم صحابي عارفين ان انا مريت بتجربه صعبه، يعني جالي كانسر، وانتي برضو من الناس اللي كان ليها دور كبير معانا في الموضوع، انك كنتي بتابعيني على طول، بتكلمي الغلبانه دي في كل الاوقات تسالي عليا. الحمد لله عديت بالمشكله دي بسبب اصحابي وطبعا اهلي اللي هشكرهم على الهوا، عشان جوزي لو مش شكرتوش يعني مش عايزه اقول. هو يستاهل الشكر. لا بجد، اكتر واحد وقف معايا هو واخوات جوزي كلهم واهلي واخواتي، وطبعا شاهيناز. لا يعني انت يعني الحمد لله. لا وصحابي بجد فعلا يعني هم اللي طلعوني من المحنه اللي انا فيها دي، والحمد لله رجعت زي القرد اهو. ما شاء الله. الله ما شاء الله. الله الله ربنا يحفظك. طب قولوا لنا بقى الفكره بتاعت الجروب جت ازاي؟ الفكره ان انجي بعد ما تعبت فكانت الناس كلها واقفه معانا وكده، فقلنا اكيد لو حد دخل جروب وقعد يحكي ويفضفض باللي هو فيه هيقلل شويه من ال حاولنا نخفف عن بعض، يعني احنا حاولنا نحاول نساعد بعض بطريقه غير مباشر من غير ما حد يقول اسمه او كده. مش كل الناس اهلها بتبقى حواليها او ليها اخت تحكي لها او ليها ام او حاجه، فبيبقوا بيلاقوا حد تاني يحكوا له. فهو هو بقى له قد ايه الجروب ده؟ خمس شهور. خمس شهور بس؟ وفي 50,000. يعني شوفي لسه خدتي السؤال. هقول كمل 50,000؟ اه الحمد لله. وفي ناس كمان يعني اعلاميات كتير، يعني مهب موجوده من ورانا، صحفيات، محاميات، لايف كوتش، طبيبات نفسي، عشان يردوا لله ويساعدوا الناس. بالتالي كنت لسه هقول لك ده بيساعدوا يعني صحيح. بيساعدوا بقيه السيدات بطريقه او باخرى. حتى لو طبعًا. بالنصيحه، او لو في مثلا محاميات وفي مشكله قانونيه عند حد من السيدات بيساعدوا. يعني انا افتكر ان كان في مره واحده مغتربه كان عندها مشكله طلاق وكده، وكانت عايزه محاميه، وصلتهم ببعض وحلت لها المشكله وجت مصر اخذت حقوقها من جوزها الحمد لله. بس لما بيقدرش يشكرونا على الجروب بقى، لان بتبقى التجارب مدونه بدون اسم. مها كان بتقولي في المقدمه ان المشاكل عندكم بارقام. ده عشان احترام الخصوصيه ولا ده علشان احترام الخصوصيه؟ طبعا احترام الخصوصيه، وهي ما تبقاش عايزه حد يعرفها، ممكن الجروب يبقى فيه صحابها او حاجه فعارفين المشكله. فتكتب كل اللي عايزاه من غير ما تبقى قلقانه او خايفه ان حد يعرفها. وبعد كده بتبقى هي عارفه الرقم اللي هي خدته، بعد كده بتتابع بقى الكومنتات وكده. احنا نفسنا خلاص احنا بننفصل العالم، مش بنعرف اي حاجه خلاص عنها. يعني انا باخد كوبي وببعته لشيناز عشان هي، لا انا اعرف ولا هي، واحنا هي بتنزله برقم التجربه، وهي بس اللي بتبقى عارفه تجربتها رقم كام. اوكي. هي بس اللي بتبقى عارفه. لكن احنا اكيد اكيد انتوا وصلتوا لرقم من المشاكل 300 وحاجه على ما انا فاكره. لا اللي هو 600 وحاجه. 300 اللي هي من غير اسم، 300 زيهم نازلين باساميهم. اوكي. لا اصل انا شفت في الاول كان في بالاسامي، وبعدين بعد كده ابتدى في ناس تقول انا عايز احكي، بس في ناس تعرفني على الجروب مش عايز احكي قدامه، فبالتالي هناخد رقم. فعايزه اكيد اكيد في تجارب معلمه كده ما تتنسيش. طبعا كتير. وحصل فيها جدال طويل عريض. تفتكروا ايه من التجارب دي؟ في تجربه كانت سيده حكيها، يعني ان هي كانت بتحب شاب في الجامعه، وبعدين بعد قصه الحب دي راحت لباباها فاعترض، فالولد سافر بره واتجوز وهي اتجوزت، وبعد بقى 20 25 سنه قابلوا بعض صدفه. كان اتطلقت من جوزها الاولاني ده اللي هي كانت معاه، وقابلوا بعضه ورجع تاني عايز يرتبط بيها فاتجوزت. اتجوزوا بعض. اتجوزته وهو كان لسه متجوز. هو لسه متجوز. اوكي. فما عرفت مراته ان هو اتجوز عليها فجالها مرض. جالها كانسر في المخ. مش عايزه اقول مين. جالها مرض. يا رب. فبعد كده طبعا سافر معاها، كان بتتعالج 8 شهور او حاجه. فهي قالت له طب احنا ممكن ننفصل لو انا السبب وكده، فما رضيش يخليها تنفصل معاه. وقالت له بعد كده مراته ما خفت، رجعت تاني عايزه تتكلم معاها.
قالت لا انا موافقه ان احنا نكمل مع بعض وكده علشان ولاد و يعني مراته الاولانيه ضحت عشان سعادته علشان سعادته يعني بقوا صحاب وبقوا يروحوا فهي اللي بتكتب ان هي ندمانه ان هي خدت حد من بيته واهله وكده فكانت ندمانه وكده في ناس مشوا معاها في الـ قالوا لها كويس وما فيش مشكله وفي ناس قالوا لها لا انت السبب ان خليتي مراته تعي اكتر التجارب اللي هي يعني خدت كانوا شداد عليها في الردود جدا يعني مع ان هي كانت كاتبه ان هي ندمانه كانت كاتبه ان السيدات برضو مهما كان ما بيقدروش محدش ياخد جوزها محدش ياخد بتاع كل واحد معاه جوزه محدش ياخد جوز حد لا خالص انت ايه رايك رانيا في الموضوع اني موضوع في يوم اللي هو يعني لو انت قابلتك مشكله زي كده كنت هتقولي لها ايه كنت لا اصل يعني ما فيش حد بيجي له كانسر لا يوم وليله طبعا يعني بس في الاخر هي ما هو ده يعني. نتيجه انفعالات وزعل وحاجات كده لا هو زهقش على مدار هي متجوزه الموقف عموما سيبك من المرض الموقف عموما ان هي خدت واحد من مراته فاهمه قصدي ايه وهي كانت عارفه ان هو متجوز وان بعد إيه دي اكتر تجربه أثرت الجدل في يعني مش عارفه بس يعني بصراحه يعني لو كانت مفروض سابته يعني سابته ليها ما خدتوش من الاول يعني بالزبط. خلاص بس هم بقوا اصحاب يعني هم بقوا اصحاب انا عايز اسال سؤال يعني هو ده اللي كنت عايز اساله الاحساس الست لما بيجي يتجوز عليها جوزها فالثانيه اكيد بتحس احساس غير الاولانيه طب يا ترى الثانيه دي لو جوز عليها الثالثه هتحس ازاي هتحس نفس الاحساس بتاع الاولاني كل المشاكل اللي عندنا في الجروب بسبب الموضوع ده لو في احساس اساسا من بابه لا 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 اكيد هتغير عشان هي فاكره ان هي الاخيره بقى فهي اللي واخده الحب كله بالظبط انما لما بيحصل فيها بتشوف ان يعني هو ده على فكره هنفتح لسه الحوار بس معانا تليفون من دينا دينا على جروب تجربتي ده اسم مستعار على فكره اكيد دينا الو الو ايوه يا دينا اهلا مساء الخير ازيك اخبارك ايه الحمد لله تمام خليني الاول عايزه اشكر انجي وشاينس جدا على المجهود الرائع اللي بيعملوه عشان الجروب بجد يعني من اجمل الجروبات وافيد الجروبات اللي احنا استفدنا منها انا واحده من الناس كان عندي مشكله كبيره وبالصدفه يعني اتكلمت على الجروب من كتر ما بثق في الناس اللي موجوده وفي ارائهم وبسبب الجروب بعد ربنا طبعا انا رجع لي حقي في حاجات كتيره يعني هم عارفينها طب كويس بس جدا. يعني حابه اشكرهم هم بجد بيعملوا مجهود كبير قوي عشان يحافظوا على الجروب والناس فيه ويعني احنا كلنا بنستفيد صراحه طب انت يا دينا انت دلوقتي اسمك ده اسم مستعار دينا ده تقدري تحكي لنا كده نبذه بسيطه عن تجربتك اللي انت حكيتيها لهم وحلوا لك المشكله فيها بس هو انا كان عندي مشكله ان يعني اتجوزت بسرعه واتطلقت من حد يعني واخد حاجتي كلها وما عرفتش ارجع حقي وبالصدفه لما كتبت القصه على الجروب وعايزه افضفض في ناس بعتوا له القصه يعني كان في ناس مشتركه كانت صدفه برضو وشاف هو القصه وشاف قد ايه هو ظلمني وشاف اراء الناس يعني هي اتبعتت له بالصدفه بس فرجالي كل حقي يعني شوفي الواحد لما يشوف العمليه من بره لما طلع بره المشكله وشافها وشاف اراء الناس كانت مؤثره بالنسبه له بالظبط وان يعني ان الناس قد ايه شافت بس فيعني انا بشكر سهيناس طبعا وبشكر انجي على مجهودهم الكبير اللي بيعملوه عشاننا يعني ربنا يخليك يا رب جميل ميرسي يا دينا اهلا بيكي معانا شكلي هقتنع ولا ايه شفتي بقى والله بجد وعلى فكره اصبحت صديقتنا طبعا يعني طبعا. خلاص هي بقت اخذنا تليفونات بعض واصبحت صديقتنا الحمد لله طب دي يعني عايزه اسال ايه اكتر مشكله شفتوها فعلا لقيتوا ان ملهاش حل يعني ايه اصعب المشاكل الخيانات والمشاكل هي كتيره جدا جدا وملهاش حل لا يعني ايه المشكله اللي كلكم وقفتوا قدامها في الجروب قلتوا فعلا ملهاش حل هو انا شايفه ان مفيش حاجه ملهاش حل يعني ما انا عشان كده سالتك السؤال انا شايفه كده لان كان في عندنا مشكله برضو زوجه عايشه في مستوى حلو جدا عندها كل حاجه لكن كانت بتعاني من حياه زوجيه مهينه وتحت مهينه 100 خط حاجات ما اقدرش اتكلم فيها هي بعتتها على بالتفاصيل فكانت عايزه تنفصل لان هي كانت وصلت لمرحله ان هي خلاص بتحتقر نفسها ان هي قابله بالوضع حاجه زي ده يعني وطلبت ان هي عايزه شغل هي ما عندهاش اي مصدر رزق تاني جوزها قال لها لو خرجتي من البيت هتخرجي مش حت يعني بحاجتك بس نزلنا مشكلتها على الجروب وناس ساعدوها ان هي تعمل حاجات هاند ميد
وابتدت تبيعها اونلاين وشكرتنا برضو في رساله ان هي اشتغلت واستقلت بنفسها والحمد لله ما فيش حاجه مستحيله يعني. بدات حياتها من جديد فعلا والتجربه دي فعلا موجوده على الفيسبوك. كتير قوي من كتير قوي من السيدات يعني بيبقى مشكلته ان ما فيش مصدر رزق تاني يا رانيا فبتبقى هي معتمده عليه بالظبط. طب احنا معانا تليفون رشا. يا رشا الو ازيك يا رشا؟ ازاي حضرتك رشا؟ دي بتسمعي على الجروبس دي يعني هل انت متفاعله في جروب من الجروبات دي ولا انت مش مقتنعه اصلا؟ لا طبعا مقتنعه جدا وانا متفاعله. انا في جروب فعلا من يعني دخلت قبل كده جروب من الجروبات دي وكان فعلا بالفعل عندي مشكله جامده جدا يعني في حياتي والله وعرضتها يعني والحمد لله يعني اتحلت. بصي حضرتك لما بيكون كمان في حد شايف المشكله من بعيد غير اللي بيكون جوه المشكله فبتبقى احسن كتير يعني باخد كمان كذا راي من كذا حد. وبتوفقي بقى الراي اللي يناسبك؟ وهل فعلا وانت بتحكي على الجروب ده بتقولي المشكله حقيقيه بتفاصيلها ولا بتعملي مونتاج عشان في حاجات مش قادرة تكتبيها او ما يصحش تقوليها؟ لا بص حضرتك الحاجات الاساسية يعني الحاجات اللي في واقع المشكلة بتتحكي انما الحاجات الجانبية اكيد مش لازم تتحكي يعني في حاجات ما ينفعش تتحكي ماشي ما بتتحكيش بس الحاجات الاساسية اللي هي رأس الموضوع او رأس المشكلة دي لازم بتتحكي علشان خاطر باخد اراء ناس كتير وفي ناس كتير بتقول رايها وانا طبعا باخد الراي المناسب او اللي ماشي مع المشكله او اللي ينفعني وبعمله طبعا. يعني انت مع يعني مش اجانست يعني انت مع ان الناس ممكن تدخل في الجروبات دي وتحكي تفاصيل حياتها وهيقدموا لها النصيحه المظبوطه يعني بس الموثوق منهم الموثوق منهم يعني مش اي حد برضو يحكي لاي حد لازم اعتقد يبقى موثوق منهم يحكي في الجروب. ميرسي يا رشا ميرسي على التليفون. طيب انجي انت قلتي ان في قصه ثانيه برضو من القصص اللي حصل فيها جدال كبير قوي قوي قوي. يعني انت ممكن تفكرينا ايه قصص تانية؟ هي قصه كانت ايجابيه ان كان زوجين عايشين وعندهم ولد وبنت عندهم حوالي 20 22 سنه وحصل ان حصل حادثه لحد من قرايبهم فالاب والام ماتوا وكان في طفل عندها سنتين فحاولوا يتواصلوا مع اهل الناس هي علشان يتقول الاسباب يعني هي ما قالتش ايه بالظبط الاسباب يعني هي ما كتبتش اسباب ان إيه؟ مش عارفه تلاقي ما قالتش ما حبوش ياخدوا الطفله فهي قالت ان هي هتاخدها وتربيها وكده فالبنت دلوقتي بقى عندها 9 سنين ودخلتها مدارس اجنبيه واولادها انبسطوا قوي ان هم بقى معاهم بيبي معاهم تاني وكان عندهم مشاكل وخلافات دايما كاي بيت دلوقتي اتجمعوا بقوا لا فعلا فكانت دي حاجه ايجابيه والناس حبيتها قوي كبير اكيد لا اكيد انتوا بتسمعوا قصص خياليه بس في قصص بقى احنا بنمتنع عن النشر خالص لان هي بتبقى يعني داخليه قوي فاحنا ما نقدرش. طب استني يا انجي هناخد بقى ايه اللي بتمنعوه تماما من النشر بعد ما ناخد يمنى معانا. يمنى الو يا يمنى. ايوه مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ انا مبسوطه قوي اللي انا معاكي على الهوا. احنا كمان قوي. انا بحبك من زمان مدامها. ربنا يخليك يا حبيبتي تسلمي. عرفتك من صوتك. وطبعا مش عايزه اقول لكم بقى يعني شاهي وانجي دول حبايبي يعني قعدوا لي الثقه في الناس المحترمه. الحمد والناس لله. والناس يعني ولاد الاصول والناس الراقيه. يعني بجد انا مريت بتجارب كتيره جدا يعني هم يعني عارفين بالكلام ده كويس ففقدت الثقه بقى ويعني ايه عارفه تقوقعت كده وبعدين دخلت على تجربتي لقيت ناس كلها راقيه ومحترمه وهم ناس حلوين قوي وقلوب جميله هم مش شكلا بس كده على فكره امارات كده ده هم حبايبي يعني ناس محترمة جدا 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 يعني بيحبوا يساعدوا ويحبوا يجاملوا وفاجئوني يوم الاربعاء عملوا لي عيد ميلادي كمان والله الجروب احتفل معاها طبعا جميل طبعا جميل يا يمنى جميل جدا يا يمنى بشكرهم على الهوا وبقول لهم يا احنا اللي بنحبك قوي والله 100 مليون بقت صاحبتنا يعني احنا اتعرفنا عليها من الجروب وبقت صاحبتنا فعلا جدا
ثانية واحدة بقى، احنا معانا واحدة يا رانيا، اتفضلي بقى سعادتك خدي في واحدة معاكي من رأيك، هي ضد الفكرة تماما، نسمع برضو وجهة نظر أخرى وده يهمنا جدا، اتفضلي. دكتورة صفاء. أيوة مساء الخير. أهلا، مساء النور. أهلا بيكي. مساء الخير. أهلا مساء النور، ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. دكتورة صفاء، أنت مع الجروبات دي ولا أنت ضدها؟ يعني مها بتقولي إن أنت ضدها. بصي حضرتك، الجروبات السوشيال ميديا لو هنتسلى هندل بعض على افكار حلوه لترتيب البيت، وصفات اكل، نشتري حاجه معينه من مكان معين، اتس اوكي فاين. اوكي. انما احنا نعرض حياتنا الشخصيه باسرارنا مشاكلنا في عالم افتراضي، حضرتك الفيسبوك ده عالم افتراضي، مع كامل احترامي للادمنز الموجودين معاكم في الاستوديو، اوكي هم ناس معروفين وظهروا على التلفزيون وظهروا في الجروب بصورهم الشخصية، بس أكيد الآلاف الآلاف اللي موجودين في الجروب أنتوا مش تقدروا تعرفوهم كلهم ومش هتعرفوا نواياهم، فمن فضلكم نحاول نستخدم السوشيال ميديا بحذر شوية. يعني إحنا حياتنا كلها وبيوتنا وأسرارنا وصورنا بقت على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا عموما. بس هما مش بيتبادلوا صور، هما بيتبادلوا مشاكل حياتية. يعني حد بيبقى عنده مشكلة، يعني انا زي حضرتك كده، انا مش بقدر ان انا يعني اتكلم عن مشاكلي مع اي حد، لازم ابقى حد انا عارفاه، لكن في ناس بتبقى محتاجة مساحة ان هي تتكلم برياحية اكتر مع حد ما يعرفهاش خالص. احنا نعلم الناس ثقافة ان احنا يعني في حاجة اسمها استشاري اسرة واستشاري علاقات، مش انا عشان طبيبه بس، خلينا يعني ده فرصه ان انتوا فتحتوا الموضوع ده، انه ناس نوجهها صح، يعني اللي محتاجه انها تتكلم مع حد او عندها مشكله تروح للمتخصص. انا كمان مع مدام صفاء، معلش اسمحوا لي انا بعترض على حاجه واحده، ان مش كل الناس عندها الامكانيه انها تروح لمتخصص، لا الامكانيه الماديه ولا الامكانيه الثقافيه، في ناس ما عندهاش الثقافه دي، وفي ناس ما عندهاش الامكانيات الماديه ان انا اروح مثلا اعمل جلسه مع دكتور عشان احج ايه، او مع دكتوره، لازم دكتور او ما تقدرش تنزل من بيتها، لان في من ضمن المشاكل ان الرجل بيبقى مسيطر، فمش هتقدر تقول له انا رايحه لحد كذا، ففي ظروف كتير تقدر تخليني ما اقدرش اروح لمتخصصه. زائد ان التجارب مثلا اللي في الجروب زي بتاع تجربتي مش بالاسماء الحقيقيه، يعني هي مجرد قصه، ان شاء الله حد يتخيلها قصه من الخيال، فهي قصه بدون اسماء حقيقيه بدون اي حاجه، مجرد ان انا بسمع راي الناس في القصه دي ايه، لو حد شايف قدامه حاله زي دي يكون ايه ارائهم، بنسمع اراء كتير قوي بقى 300 400 راي في كل قصه. فاهمه قصدي ايه حضرتك؟ فهي يعني في الاخر محدش يعرف انا مين. هو بصي حضرتك، هو هدفي من المداخله اولا، يعني انا بحييكوا على الحلقه، لانه ان احنا فعلا نقلل استخدام السوشيال ميديا او نوجهها في يعني في الصح، في الطريق الصح اللي تفيد الناس وتساعدها. لو فعلا قادرين يكونترول الموضوع والبرايفسي والخصوصيه بتاعت الناس، وقد وحضرتك طبيبه ولا حضرتك دكتوره كادر يعني جامعي؟ لا طبيبه. طبيبه؟ طب ما ممكن حضرتك لو حضرتك على جروب من الجروبات دي، ممكن يعني حد يبقى عنده مشكله صحيه، ممكن يبقى وحضرتك تقدري تساعديه، يعني لو خدناها من وجهه نظر ايجابيه. ده بيحصل اوريدي ان احنا على يعني احنا في ظروف الكوفيد احنا عملنا جروبات، ان احنا لو في استشارات طبيه بس تقدري تحليها من على تليفون، ده موجود. بتقولي هل حضرتك في جروب زي تجربتي؟ انا مش بهاجم جروب، يعني باكد على الموضوع. لا حضرتك بتقولي لا، ما هو طبعا طبيعي اي موضوع يا فندم في مع وفي ضد، لا يعني مفيش حاجه، احنا بس بنتناقش في وجهه النظر، يمكن حضرتك توضح لنا حاجه احنا غايبه عننا فنقدر نرد عليها. بس شخصيتين ظراف ولطاف وعندهم متابعين، فبالعكس احنا نستغل الموضوع ده في انه يتوجه صح، يعني المشاكل يكون بيحلها السريين، او ناخد راي ناس متخصصه في حل المشكله، ان احنا نضمن خصوصيه الناس اللي بتعرض مشاكلها، محدش يستخدم الماتيريال دي هددهم. بالظبط
بالظبط، طالما ضامنين الخصوصيه فده ده شيء بيطمنا. نشكرك جدا يا دكتور صفاء، الف شكر على رايك كلامنا. هي كده بتاكد كلامنا احنا فعلا طبعا. عندنا اطباء فعلا بتعالج يعني مقابل. هي دكتور صفاء قصدها ان في جروبات تانية ما بيبقاش فيه خصوصيه وما نعرفش مين انتوا بالنسبه لهم بتطلعوا بشخصكم الحقيقي يعني ما احنا التجربه بالنسبه لنا رقم يعني محدش عارف مين بالظبط كده. ما هو ده احنا كمان غير ان معانا استاذه جيهان. الو الكاتبه جيهان جمال لو سمحت. اهلا وسهلا اتفضلي حضرتك. حضرتك كاتبه فين يا فندم؟ انا كاتبه روايات وقصص قصيره. كاتبه ايه يا فندم؟ معلش انا اسفه. روايه وقصص قصيره ومقال. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك اتفضلي. أنا اعتبر في الجروب من بداياته. ايوه، وهو جروب محترم جدا وشهناز الصافي من الناس المحترمه، مع ان انا قليله التواجد والتواصل معهم جدا. حضرتك استفدتي اكيد، وممكن من القصص دي تبقى في كتابات. هم محيين جدا، هم كمان طبعا حقيقي، وكمان هم فيهم ميزه لما بيبقى في حد بيتطاول او بيبقى فهم بينزلوا بيعرفوا ازاي يوقفوا ان هم ازاي يوقفوا العنف ضد الناس، وان الناس يعني الناس اللي بتدخل تحكي دي ناس مجروحه طبعا. بالظبط، في بعض القصص الناس بتبقى قاسيه شويه في حكمها على 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 الاخر يعني. حقيقي حقيقي تمام. وطبعا احنا مش مع الجروبات اللي هي تنشر المشاكل الخاصه الاجتماعيه، طبعا يعني مش مستحب قوي. تمام، احنا بنشكرك جدا. ده حقيقي محترم، الناس بتخاف على الناس، في ناس عاقله جدا بتقول اراء كويسه. ده جميل، ده جميل فعلا. يعني انا متابعهم من اوله يعني. جميل، بنشكر حضرتك جدا يا استاذه كاتبه جيهان. في الف خير. ميرسي يا جيهان. هو في جروبات زي دي للرجاله؟ في عاملين برضو مش حاسين نفسهم من حاجه برضه. لا 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 الرجاله مش مقصرين كل حاجه عاملينها هم. بس بيبقى بشكل تاني بقى. ده بشكل تاني اكيد بيتريقوا علينا على الستات. بيأثر علينا؟ لا، بيتريقوا على الستات هم بنكت بقى وحاجات كده. احنا مش يعني هم هناك بقى بيقعدوا بقى يتريقوا علينا. احنا نكت بقى، احنا الجروب نكت. احنا جروب يعني ماشيين الجروب بتاع امينة. بس بصي بقى، اطلع من حته النكت دي، على ان انجي وشهناز ابتدوا يعملوا حاجات لطيفه جدا. ابتدوا يعني مع المجموعات القريبه اللي هم عارفين بعض شويه، ان هم يروحوا لبعض ويخرجوا خروجات في اماكن عامه. يعني انا شفت اسكندريه، رحنا اسكندريه، رحت اسكندريه وقالوا اللي في الجروب معانا من اسكندريه يا ريت نتقابل في المكان الفلاني، وقعدتوا كلكم وشفنا 50 لايف بتاعكم. كان لطيف جدا، كتير كتير يتعرفنا عليهم هناك، يعرفوا بعض من على الجروب. فاهمه ازاي يا رانيا؟ وابتدوا يتالفوا بقى ويتعرفوا على بعض، فلانه ومش عارفه ايه، وشفت رايك في كذا وشفت رايك. فكان لطيف جدا. امبارح رحنا قصر البارون، وامبارح كنت في قصر البارون. يعني عارفه مين راح البارون بان؟ ولا حد، ما فيش حد فينا يعني. نفسي اروح بس كلنا بنشوفه ونفسنا نشوفه. بس انتوا عملتوا خطوه بالظبط عشان نجمع الناس. طب وفي بره مصر برضو في يعني ناس طالعه، في ناس معاش، في ناس ما عندهمش اولادهم مسافرين بره او حاجه، ما عندهمش حد يخرجوا معاه، فبيخرجوا. يعني احنا بيخرج معانا لحد 70 سنه، 75 سنه. يعني مش عايزه اقول لك فرحتنا وهم يعني هم بيدعوا لنا وهم بيسلموا علينا يعني خرجناهم من حاله اكتئاب، كانوا ما لهمش اصحاب، ما لهمش حق، يعني عملنا لهم حياه اجتماعيه. فالخروج نفسه بيبقى مبسوطين. اشعر عارفه ليه؟ بحس قوي دايما بحته الكبار لما بيكبروا ولو ما عندهمش مثلا اولادهم مشغولين عنهم قوي، اولادهم مسافرين، اولادهم عندهم ظروف، مش هقول خالص ان هم عاقلين ولا وحشين، بس عندهم ظروف مش قادرين ان هم يعملوا الدور ده معاهم. لما يلاقوا بنتين زيكم لطاف وبيشوفوهم وعارفين وكده، فاهمه ازاي؟ يعني خلاص هم تالفوا معاكم. انتوا رايحين البارون وانا في مصر الجديده، طب ما انا اروح. صح، فاهمه بس اغير جو، بدري ناس جديده، يشوفوا حياه جديده وناس جديده وعارفين بعض. يعني في ناس من بره مصر، يعني جوه الجروب ده ممبرز من بره مصر كتير. وهم بيطلبوا منا يعني لما تنزلوا مثلا الزمالك، انا كنت عايشه هناك، صوروا لنا شوارع الزمالك. عايزين نشوف في ناس عايشه بره في امريكا او حاجه، طب عايزين نتفرج على الحياه الجديده، المولات الجديده، مش عارفه، فبننزل نصور. بننزل نصور لهم كل حاجه. الحمد لله جدا. انا يعني ابتدت على وده نجاح. الحمد لله وده نجاح، نجاح على فكره. ايوه يعني رانيا مش سهل انك تهزيها، دايما موقفها حاده وجامده جدا. انا مبسوطه يا رانيا، برافو عليكي حبيبتي. شاطره اسمع الكلام النهارده، لازم تشرفينا على الجروب. انجي وشاهي بنشكركم جدا. احنا اللي بنشكركم، بنتمنى لكم كل النجاح في تجربتي.
ان شاء الله تبقى تجاربكم اللي جايه انتوا الشخصيه بقى كلها تجارب سعيده وتجارب كلها لطيفه. احنا هنطلع لايف معاهم كمان شويه من ان شاء الله من تجربتي ان شاء الله. بنشكركم اعزائي المشاهدين ونلتقي في الاسبوع القادم ان شاء الله. اللمه الحلوه الساعه 6.